روح قدس الان واحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم تعيش وتخدم على قناه لوجوس. بنكلم مع بعض ونكمل كده في موضوع السعاده بالمفسده للخدمه، اللي ممكن اعمل حاجه يتقال لي فيها تعيش وتخدم لكن انا فيها مش بعيش ولا بخدم. اتكلمنا المره اللي فاتت عن الفرديه، عايز اكلمك المره دي عن التفرقه، انك تفرق بين خادم وخادم. احكي لكم عن موقف كده حصل في سفر صمويل الاول اصحاح 30. نقرا مع بعض كده من ايه 18. حصل موقف كده، دخل عماليق وخد من داود كل النساء والرجال وخد غنايم، وداود دخل الحرب دي وضرب داود من العتمه كل العماليق واستخلص كل حاجه. يقول لك كده في آية 18: واستخلص داود كل ما أخذوا عماليق، وأنقذ داود امرأتيه، ولم يفقد لهم شيء، لا صغير ولا كبير ولا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. تعيش وتخدم. داود طلع خدمة ورد كل الضالين جم، بقى كل الدنيا اللي خدها إبليس دي جت، أي حد بعيد جه، استخلص كل حاجة. بس هيبقى في بقى ثعلب مفسد للخدمة. بقى ايه بقى الثعلب المفسد للخدمة؟ التفرقة. تعالوا بصوا، يقول لك: واخذ داود الغنم والبقر سقوا امام تلك المشاة، وقالوا: هذه غنية من داود. وجاء الى داود 200 رجل، جاء داود الى 200 رجل الذين اعيوا عن الذهاب وراءه. في 200 رجل ما راحوش الحرب دي، اكن في 200 خادم مثلا كده. كم خادم ما راحوش المؤتمر؟ ما راحوش، يعني ما خدموش كويس. فأرجعوهم في وادي بسور، فخرجوا للقاء داود ولقاء الشعب الذين معه. فتقدم داود إلى القوم وسأل عن سلامتهم. أول حاجة عملها داود في الخدمة، الناس اللي ما طلعتش مع الحرب وما خدمتش، بص داود ده اللي يتقال له بقى تعيش وتخدم، يعني أنتوا كويسين؟ مش ياه. الساعات إيه؟ أول ما الناس دي ما بتخدمش ونرجع إحنا من الخدمة تعبانين بقى من المؤتمر بقى وهلكانين من يوم روحي، وجي خادم الخدام ما جاش معاك اليوم الروحي ده وما تعبش التعب بتاعك، فجالك كده، جالك بقى ايه ضرب الجل بقى في شعره ولابس ومتأنتك وبتاع، وجاي ايه الاخبار؟ فانت تقول له: الاخبار؟ انت لسه فاكر؟ انت لسه فاكر تسأل علينا؟ ده احنا طالعين، طالع عينينا في الخدمه، طالع عينينا في الخدمه، وعاملين نتعب طول النهار وفي الشمس المحرقه وفي العيال بنجري وراهم، وكان هيحصل، وكان انت فين من ده كله؟ سألت عليا يا عم؟ اسأل. مش يمكن عندي مصيبة؟ مش يمكن عندي حاجة تعباني؟ مش يمكن في مشكلة في حياتي؟ لو أنا يا سيدي مكسل قول لي أنت غلطان في 1 2 3. بس اللي يتقال له تعيش وتخدم القائد الناجح اللي يسأل عن سلامة الناس الأول، يقول أنتوا كويسين ولا لأ؟ فأجاب كل، بص بقى، بص آية 22 دي مهمة، وأرجوك ما تعتبرهاش أي حاجة غير إنها كلمة ربنا. الشخص اللي بيعمل عكس داود بيتقال عنه ايه في الكتاب؟ بص بقى: فأجاب كل رجل شرير ولئيم. مش انا اللي بقول، الكتاب اللي بيقول. قالوا ايه بقى؟ من الرجال الذين ساروا مع داود، الناس اللي راحوا الخدمه بقى، راحوا الحرب دي وعملوا خدمه جامده جدا، وتعيش وتخدم يا فلان، تعيش وتخدم يا فلان، يا الخدمه كانت قويه جدا، يا سلام على اللي انا عملته النهارده، يا سلام على الخدمه، يا تعبنا قوي يا داوود، تعبنا قوي يا مستر، تعبنا قوي يا خالد، تعبنا قوي يا ابونا. الناس اللي تعبت قوي دي سماهم ايه بقى الكتاب؟ فقال كل رجل شرير ولئيم. ليه بقى سماهم كده؟ قالوا ايه لداوود؟ قال لهم: لاجل انهم لم يذهبوا معنا، لا نعطيهم الغنيمة التي استخلصناها، بل لكل رجل امرأته وبنيه فليقتدموا وينطلقوا. قالوا لداود ايه؟ تلاقي الخدام قالوا لأمين الخدمة، وقالوا لأبونا ايه؟ بيقول لك: يا ابونا، الناس دي لا تعبت معانا ولا شافت المر اللي احنا شفناه مع العيال، ده قدسك كنت معانا اهو، قدسك كنت معانا وشايف. معلش الناس دي تاخد بقى اللي فيه النصيب ويتكلوا على الله. ما احنا تعبنا، ما تعبوش زي ما احنا تعبنا. بيقول ايه الكتاب عنهم؟ شرير ولئيم. انا يتقال عليا شرير ولئيم؟ انا يتقال لي تعيش وتخدم؟ لا، مش هيتقال لك تعيش وتخدم. خدمتك باطله. باطله؟ اه باطله. بصيت لاخوك ازاي؟ بصيت له ما ياخدش زيك ليه؟ اصل ما تعبش التعب بتاعك، وانت تعبك ده ماله يعني؟ ماله حضرتك؟
مال تعب حضرتك؟ اخباره ايه يعني؟ تعبت يعني؟ عملت ايه يعني؟ معلش عملت تعبت وكنت بروح حضرتك تخدم، مش حضرتك خادم، وحضرتك مش خادم ورايح مؤتمر ورايح خدمه عشان تتعب ولا عشان تعمل ايه؟ ما انت تتعب فهترجع يعني صح، لكن بقى ايه تبص على تعبك فتلاقي نفسك ايه، تبص على اللي ما تعبش ازاي يبقى زينا. بصوا داود قال ايه، فقال داود لا تفعلوا هكذا يا اخوتي، لان الرب قد اعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا، من يسمع لكم في هذا الامر؟ لانه كنصيب النازل الى الحرب نصيب الذي يقيم عند الامتعه، فانهم يقتسمون بالسويه. انا عندي كل واحد، كل واحد كل واحد. مين اللي عمل كده؟ فاكرين السيد المسيح لما ادى المثل اصحاب الساعه 11، جه واحد الساعه الاولى من 6 الصبح عمال يزعق تعبان بيخدم، وجي واحد الساعه الثالثه عمال يخدم، والساعه 6 بيخدم، فقال لهم يلا نهديكم دينار. فجي واحد الساعه 11 قال له يلا هنخدم. فجي بتاع الساعه الاولى، بتخيل بقى بيتكلم مع بتاع الساعه 11، قال له اتي احنا من الصبح هنا يا عم، خلاص احنا خلصنا، تيجي تعمل ايه يعني؟ احنا خلصنا. الناس بتيجي في الاخر دي تيجي تاخد السوكسيه يا عم، تيجي تاخد السوكسيه وتمشي، سوكسيه الخدمه. بنقول الكلام ده احنا، بنقول الكلام ده. فيجي بقى ايه صاحب الكرم وقفهم صف كده، فبتاع الساعه الاولى قال ايه، يا سلام هو قال دينار، فانا هبدا ايه اوزع من بتاع الساعه 11، فادى بتاع 11 دينار. فبتاع الساعه الاولى عمل ازاي؟ اكيد هاخد مثلا 100 دينار، او بص او هيرسموني كاهن. ما اكيد ده انا من الصبح اكيد بتاع 11 خد دينار، انا اكيد هيرشحوني للكهنوت، خلاص انا خلاص كده، انا خلاص. فجي لقى صاحب الكرم عمل له ايه، اداله دينار، قال له تعالى هنا. دينار مين؟ انت بتدي بتاع 11 دينار وتديني انا معاك من الصبح دينار برضو؟ قال له ليه، ده تعب معاك في ايه؟ قال له يا صديقي ما ظلمتك، انا عندي كل واحد، اللي بيخدم ساعة بأمانة زي اللي بيخدم 100 ساعة بأمانة. انا ما عنديش مهم عدد الساعات اللي بتخدم فيها، انا عندي مهم قلبك هو بيخدم كان امين ولا لا، اكشر رب تخدم 5 دقايق كنت حقيقي معايا ولا لا، هديك زي ما بديك، زي ما بدي بتاع الساعة الاولى هدي ده، ازاي يا رب هي كده؟ بيقول كده الكتاب، يا صديقي ما ظلمتك فإني أريد أن أعطي الأخير مثلك. ليه متضايق إن ربنا ممكن يدي واحد بيخدم قليل زي ما أنت قاعد ليل نهار بتخدم بيديك زي ما بيديه؟ متضايق من إيه؟ عارف لما بتتضايق الكتاب بيقول عنك إيه؟ فقال كل رجل إيه؟ شرير ولئيم. يا خسارة بدل ما يتقال لي تعيش وتخدم يتقال إن أنت شرير ولئيم، أنت لئيم من جواك، انت مش حقيقي، انت مش صادق، انت فرحان بخدمتك ولما لقيتك اديت حد نفس البوزيشن بتاعك ونفس الكرامه ونفس التقدير انت اتجننت ما عدتش على بعضك. التفرقه من السعاله بالمفسده في الخدمه انك تفرق. سيد المسيح قال كده، قال اني اريد ان اعطي الاخير مثلك يقتسمون بالسويه. عايز يتقال لك تعيش وتخدم، اعرف انك زي ما بتخدم وواحد خدم وقت قليل، الوقت القليل ده ممكن يكون عند ربنا هو الكتير، والوقت الكتير انا قاعد فيه قدام ربنا ده ربنا مش شايفه لانه مش شايف القلب، ربنا بينظر للقلب. عايز يتقال لك تعيش وتخدم، اوعى تكون بتخدم وجواك شر ولؤم، اوعى تكون بتخدم ومش طايق اللي بيخدم في وقت قليل ولا بيخدم حبه صغيرين، تقول لك ده مش زي، انا احسن منه، ازاي ياخد كرامه زي، ازاي يبقى اكبر مني، ازاي ياخد التقدير، ازاي هتبقى ساعتها مش تقلق تعيش وتخدم. فقال كل رجل شرير ولئيم. قل له يا رب اديني فكره ان انا اعيش واخدم، معيش يا رب اني اميز بين واحد والتاني. اللي يميزنا يا رب عندك هي الامانه، الامانه وقت الخدمه. لو خدمت 5 دقايق بامانه زي اللي خدم 10 ساعات بامانه، ممكن واحد يخدم 10 ساعات ما فيهوش حب ثانية، ممكن واحد يبقى 5 دقايق بيخدم وعنده في قلبه كمية حب، ربنا ينظر للساعة 11. عشان كده من ضمن السعادة بالمفسدة للخدمة هي التفرقة. قول له يا رب ابعد عني التفرقة عشان يتقال لي في الآخر واسمع صوتك يقول لي كده تعيش وتخدم.
ليك كل المجد والكرامة من الآن كل أوان، إظهر دور كلها. أمين.